مرحبا وأهلا فيكم. إذا وتيرة الاستهدافات للعاصمة لقلب العاصمة دمشق عم بتزيد وهذا متوقع. مثل ما حكينا مبارح إسرائيل تحاول أن توجه الأمور باتجاه معين، كان قبل ما بلش بهذا التسجيل مساء اليوم الأربعاء في استهداف لمبنى في مزة فيلات غربية. هلا موقع الاستهداف قريب كتير يعني من مقرنا السابق سيريا نيوز، تقريبا 3 بنايات منه، بالتالي أنا بعرف المنطقة كتير منيح. عموما يلي عبي تابعنا من خارج سوريا أو من خارج مدينة دمشق لازم يعرف أنه مزة فيلات غربية هي مربع أمني بامتياز، يعني معظم المسؤولين والدبلوماسيين أيضا بيسكنوا بهالمنطقة. وقبل 2011 كان معروف أنه مقر حماس وكتير من المسؤولين يعني في الفصائل الفلسطينية في المزة فيلات غربية، وبالتالي يمكن أن يكون أو تكون عملية الاستهداف في يعني هذا السياق أحد القادة الفلسطينيين، بدون ما يكون هذا مجرد توقع أو قراءة بحسب معرفتي بالموقع في تلك المنطقة. ولكن اللي بيهمنا أنه هو زيادة يعني أو تواتر هذه العمليات، يعني ارتفاع تواتر هذه العمليات. إسرائيل تريد أن توجه رسائل وأن يعني توجه سلوك النظام حتى باتجاه محدد مثل ما حكينا مبارح. كمان شهدنا مبارح الرد الإيراني على يعني هن استنوا بالظاهر بالجملة، يعني والموضوع هذا لافت أنه تأخر هنية تأخر رد على هنية تأخر رد على هنية، بالظاهر الإيرانيين كانوا عم يستنوا لحتى يعملوها فرد مرة بالجملة، يعني إن شاء الله كل ما اقتالوا لهم واحد بده يردوا. شغلة يعني مكلفة ماديا وسياسيا، ما بالسهل ترتيب مثل هذه الردود، فاستنوا لحتى اغتالوا نصر الله وكان معه يعني قائد بالحرس الجمهوري فعملوها عملية رد بجملة بحسب تصريحاتهم هن. يمكن هذا اللي بيفسر عملية تأخر الرد على اغتيال هني. بكل الأحوال عمت الأفراح، يعني هذا يعني كان لافت في كثير من مناطق بالعراق وفي يعني في سوريا وفي يعني العديد من المناطق ما يعرف باسم يعني جماعة محور المقاومة والممانعة. والحقيقة هذا الموضوع طبعا بده تسجيل كامل، ولكن يعني ما بعرف الحقيقة شو في بفرح. يعني نحن حتى لو كانت العملية، هلا في كتير ناس قالوا تمثيلية كذا، طبعا من الأضرار اللي صارت طفيفة اللي صارت، يعني 400 صاروخ انت تطلقه على مدينة يعني المفروض يعني ما يخلي بهالمدينة شيء، فكانت الأضرار طفيفة، يعني ما بعرف يعني حتى ما في بدقة إحصاء لعدد يعني القتلى أو الجرحى والأضرار المادية وأين وقعت هذه الصواريخ. المهم ما بدي أدخل بهالجدل الطويل، ولكن واضح بأنه يعني لم تكن هذه العملية من حيث النتيجة يعني مؤثرة في سير الأحداث، بدليل أنه إسرائيل أكملت عملياتها وفق المخطط بدون ما تتأثر. هلا في ناس بيقولوا لك انه والله علموا الايرانيين على اسرائيل انه هن اثبتوا بانه بيحسنوا يوصلوا لهم بالصواريخ. بغض النظر، المشكله انه نحن اصحاب القضيه ما ضل لنا دور. يعني انا يلي عم يفرح، طبعا انا ماني مع فرح الطرفين، يعني انا الحقيقه بالنسبه لي في عندي غصه انه ما في شيء عم يصير بايدنا، يعني اذا كان اسرائيل عدوه وايران عدوه فنحن ما عم بيكون في شيء بايدنا. ولكن عموما يعني افترضنا انه ايران حققت نصر يعني على اسرائيل، يعني كتير نحن عاجبنا وضع الدول اللي فيها نفوذ إيراني أو الموجود فيها إيران. يعني هل فعلا إيران أفضل من إسرائيل بالنسبة لنا؟ إسرائيل سيئة وهي يعني مثل ما قلنا عدو تقليدي بالنسبة لشعوب المنطقة، وفي كتير من الحقوق المغتصبة إلى بلدان الجوار، وفي الموضوع أبعد من هيك بالنسبة للعرب. ولكن هل حقيقة إيران يعني هذا أو النظام الإيراني، بنرجع بنقول النظام الإيراني بتوقع هو يجرم في حق شعوب المنطقة وفي حق شعبه أيضا، يعني هذا الموضوع لازم نحطه بعين الاعتبار انه نفرق بين الاثنين. ولكن هل فعلا يعني اذا انتصرت ايران على اسرائيل واصبح لها الكلمة الطولة في المنطقة وحكمت دولنا ومنها دولة سوريا، نحن راح نكون يعني فعلا سعداء وراح تكون هي تجربة جيدة بالنسبة لنا؟ هذا السؤال اللي لازم نجاوب عليه. بكل الأحوال مثل ما قلنا استمرت العملية العسكرية الإسرائيلية. هون لازم أيضا نوضح شو الهدف، يعني شو المتوقع من هذه العملية. هلا أولا وهذا أكبر مكسب، وهذا حكينا فيه من يعني من منذ البداية، بأنه لاحظوا اليوم نحن نسينا شو عم بيصير بغزة. يعني اليوم غزة عم تمسح يعني تماما من على الخريطة، يعني راح
بعد ما تخلص العمليات في جنوب لبنان راح نطلع هيك ورانا نشوف أنه تم تصفية قضية غزة تماما وأخرجت من المعادلة وأعيد السيطرة عليها. شو الشكل بدي يعني يصير فيها؟ ولكن ما راح يكون فيها الشكل كما كان. الأهالي اتهجروا، حماس ما ظلت موجودة عمليا على الأرض. فيعني هون احنا طوينا صفحة غزة والتهينا بصفحة جنوب لبنان، وهذا مكسب يعني إسرائيلي كبير في هذه الحالة. هلأ فيما يخص جنوب لبنان، من الواضح أنه النية الإسرائيلية اليوم أنه في تغيير للواقع جدي على الأرض. مثل ما حكيت مبارح، واضح أنه هذا التغيير يسعى باتجاه دفع حزب الله إلى الشمال وإلى الجوار، وهذا اتضح أيضا من خلال نزوح. يعني اليوم كان في خبر أنه 1,200,000 شخص نزحوا، ما بنعرف قديش دخل منهم لسوريا، ولكن دخولهم لسوريا الحقيقة أمر لازم نتوقف عنده، لأن مثل ما حكينا أيضا بتسجيلات سابقة، الصورة اليوم أصبحت أوضح ويتضح أنه ما في شيء كان بالصدفة. يعني الصراع المسلح اللي صار بترتيبة معينة في عدة مناطق في سوريا، وهلأ عم نحكي على مناطق الجنوب والمتاخمة للحدود اللبنانية، وكان النفوذ الأكبر واليد الطولة باعتراف يعني حتى مبارح، يعني هذا من غباء النظام وغباء وسائل إعلامه، أنه يشيد كان مبارح أنا سمعته في على التلفزيون في أحد البرامج الحوارية، كان مقدمة البرنامج تشيد بإنجازات حزب الله في سوريا وفي القرى السورية وكيف تم السيطرة عليها ودحر يعني الفصائل المسلحة منها. المشكلة أنه هذه المناطق مثل ما في بالشرق، يعني هن لو دحروا الفصائل وسلموها لأهلها كنا قلنا منيح، ولكن هن عززوا نفوذهم فيها وتكاد تكون أصبحت يعني قرى ومساحات تابعة لحزب الله في أكثر طبعا من منطقة، يعني ابتداء من السيدة زينب في يعني جنوب دمشق وصولا إلى القصير في حمص وكثير من المناطق الزبداني. طبعا اليوم ممكن يعني إشارة الاستفهام اللي كانت عالقة في ذهننا أنه هن شو بدهم كان بتدمير وتجويع وتهجير الناس الموجودين هناك، وليش بقيوا بهذه المناطق وأصبحت السيطرة في تلك المناطق لحزب الله؟ يمكن يجينا جواب اليوم، لأنه تحضير لعملية نقل لحاضنة حزب الله وربما لكثير من قوته العسكرية إلى سوريا. يعني أصبح اليوم الجواب واضح وبلشت تظهر المظاهر مرة تانية. بدي شير لأحداث حمص وغيرها من المناطق اليوم على السوشيال ميديا، عم نشوف المظاهر اللي كانت تظهر في لبنان لإرهاب وترهيب المجتمع ويعني إسكاته بحجة التجارة في قضية فلسطين والمقاومة من هذا الكلام، أصبحت اليوم يعني ما بدنا نقول شائعة ولكن أكثر ظهورا في سوريا، بتوقع هي رح تتطور مع الزمن. هلأ هذا الواقع اليوم لحتى نكون نحن واضحين، هو لا يعجب السوريين ولا يعجب النظام أيضا، وهذا الشيء نوهت له يوم أمس، لأن النظام انتقال حزب الله إلى سوريا، حاضنة حزب الله وقيادات حزب الله وعمليات حزب الله ربما في المستقبل إلى سوريا، هو انهاء تام لحكم الأسد في سوريا. يعني هو اليوم فقد كثير من الأوراق، حكم الأسد مرة تانية لا يمكن أن يستمر إلا إذا سيطر الرئيس على كل شيء. وجود منظمة أو ميليشيا مثل حزب الله في سوريا بقياداتها بارتباطها مع إيران وسيطرة إيران على كثير من المواقع في سوريا، يعني إنهاء يعني حكم نظام الأسد وربما إنهاء حكم السوريين، يعني وتشبهنا في العراق ولبنان، ولبنان يعني أقرب إلى يعني إلينا في هذا المثال بالسنوات الماضية بال20-30 سنة الماضية، اللي نحن فكرنا أنه بعيدين كل البعد أنه نعيش مثل هذه الأيام وهذه السنوات السوداء، ولكن على ما يبدو أنه من الممكن أن يعيد التاريخ نفسه، ولكن هذه المرة في سوريا مع الأسف. يلي بدي أقوله طبعا نحن ما بنعرف تماما، نحن دائما يعني ما عم نعمل نوع من التنجيم ولا بنحسب نعرف حقيقة المخطط، ولكن نحن بنعرف تماما نوصف الواقع شو عم بيصير. الواقع اللي صار، وهذا الموضوع لا يمكن أن يأتي صدفة، وإن أتى صدفة رح يكون في استثمار فيه، بأنه صار في عملية تفريغ للمنطقة يلي بمحاذاة الحدود اللبنانية كثير من المناطق من سكانها حتى العاصمة السورية في
ريفا تم تفريغها من سكانها، صار في سيطرة لميليشيا إيرانية مرتبطة أو ميليشيا لبنانية مرتبطة بإيران وميليشيات إيرانية والحرس الثوري الإيراني في العاصمة ومحيطة وصولا إلى حمص إلى حما إلى حلب، وبقيت هذه المناطق فارغة من سكانها. كان من اللافت الحقيقة والنوع من الوقاحة والفجور اهتمام المسؤولين السوريين على رأسهم بشار الأسد باستقبال بين قوسين اللاجئين والنازحين اللبنانيين من لبنان، اللي ما عندنا أي تقديرات اليوم قديش دخل منهم على سوريا لوين عم يروحوا، وتقديم كل التسهيلات لهم، بينما كان على مدى العشر سنوات الماضية دائما على لسان الأسد والمسؤولين بأننا لا نستطيع إعادة السوريين وليس اللبنانيين لأن الوضع الاقتصادي لا يحتمل، لأننا محاصرين، لأننا معاقبين، لأننا لا نستطيع أن نقدم الخدمات، ولكن نرى أنه في حالة اللبنانيين وخدمة هذا المشروع الخطير كل الأبواب فتحت إلى للبنانيين لكي يكونوا ليحلوا مكان السوريين في سوريا. يعني أنا وغيري من ملايين السوريين لا نستطيع اليوم الدخول سوريا، ولكن جماعة حزب الله والنازحين من الجنوب مفتوحة لهم الأبواب مشرعة حتى بدون وثائق، يعني لا تدقيق أمني ولا وثائق، تفضلوا الأبواب مشرعة، هذا يلي فهمنا. هلأ يلي بدي أقوله نحن اليوم، طبعا في كتير ناس رح يستهجنوا هذا الكلام ويزاودوا علينا موضوع الإنسانية، موضوع استقبالهم لوين بده يروحوا من هذا الحكي. دائما هلأ أنا صحفي سوري، المفروض نحن نكون سوريين قبل كل شيء، وهذا درس تعلمناه، نحن منساعد الأشقاء، ولكن إذا نحن من بوضع قادرين على تقديم المساعدة تبقى هذه المساعدة يعني مثل قلتا، وبالعكس ستنعكس بالسلب علينا وعلى من نساعده. يعني لا يمكن لإنسان أن يقدم المساعدة وهو يحتاج إلى مساعدة ماسة في كل شيء. هذا المخطط يعني يمضي باتجاه نقل تجربة حزب الله ونقل الصراع يعني الإسرائيلي العربي اللي كان متموضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية إلى سوريا وإسرائيل، وما يعني سينتج عنه بالوجود الإيراني، وجود الميليشيات الإيرانية، طبعا الطرفين راح يكونوا مستفيدين، وهذا الموضوع بين يوم أمس. يعني نحن وقت نشوف هلا في كثير ناس دبكوا ورقصوا، ولكن لما بنشوف انه إسرائيل تسمح لإيران في استعراض مثل هذا الهجوم، معناتها حتى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هي ترغب بأن تبقى إيران لديها اليد الطولة فيما يتعلق بالصراع مع إسرائيل، وبينها هي سيدة الملف، وهي يعني التي تحدد كيف يمضي الصراع وإلى أين يصل هذا الصراع، وتحييد كل أصحاب الحق والقضية الأساسيين من الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين عن هذا الملف. يعني هذا على الهامش. هلا هذا الموضوع بيمشي خاصة فيما يتعلق في الشق العسكري والأمني والآخري، ولكن بالرأي العام بتوقع وتشكيل الوعي عند السوريين لازم نشتغل من هلا. الموضوع لا يتعلق بالعنصرية، إذا نحن فهمنا أبعاد المشروع واتفقنا أنه هذا ما يجري، فيجب من اليوم يعني نحن إذا كان والله مجلس الشعب معطل، رئاسة الوزراء ومجلس وزراء معطلين، النظام يتم استغلاله اليوم، يعني هو النظام عم يختار الموت البطيء دائما، أنا بتوقع من 5 سنين هذا هو خياره، على أمل أنه يخترعوا علاج ما أو يوجد علاج ما لا يبقى على قيد الحياة. ولكن مثل ما قلت لكم بارح، اليوم النظام إذا اختار أن يدعم حزب الله في موقعه في جنوب لبنان سيكون مصيره مصير نصر الله، ولكن تماهي مع ما تريد إرادة إسرائيل ومع المشروع بشكل عام ونقل الصراع أو دفع الصراع باتجاه الشمال والغرب يعني إلى سوريا، يعني هو إطالة في عمر النظام أو إعطاء وقت إضافي أو للموت البطيء الذي هو يعيشه اليوم. في المستقبل إذا نحن بدنا نحكي عن العنصرية، بتوقع يعني العنصرية ستظهر في المستقبل، يعني لابد أن تظهر في المستقبل، عندما يأتي هذا اللبناني كان في بعض الحوادث، الخروج بالميتورات، إجبارنا على سلوك معين، العادات والتقاليد، الطقوس، المصالح، المؤسسات اللي راح تنشأ مثل ما كان في لبنان هي خارج إطار الدولة وتميز فلان عن علتان، ويصبح موضوع الطعام والكهرباء وكل الاحتياجات هي تابعة للولاء، فوقت العنصرية بدها تظهر، وما رح نقول نحن السوريين وقتها أنه لا ما بصير نحكي هدون إخوتنا. فأنا برأيي أنه الموضوع من البداية يعالج بالوعي وبالمنطق،
ويعني بالمصلحة ومراعاة مصلحة الأشقاء اللبنانيين. نحن ما لنا ضد هذا الموضوع، ولكن لا يمكن أن نسبق هذه المصالح على مصالح السوريين. ما حدا يتوقع مني، وأنا بتوقع من كل سوري يجب أن يسلك ذات السلوك، أن يزاود ويفضل مصالح أي طرف على مصالح سوريا. نحن نمثل السوريين، يعني نحن حتى بالصحافة السلطة الرابعة، سلطة رابعة لتمثيل مصالح السوريين، ويجب أيضا على السلطات كانت التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بهذا الملف أن تسلك ذات السلوك. إذا كانت هذه السلطات اليوم يعني مكممة خائفة لا تملك قرارها، فالذي يستطيع أن يفعل شيء في هذا الاتجاه يجب أن يفعل ولو في الكلام، وأن يحذر من هذا المشروع القادم الخطير الذي سيجعل سوريا أيضا عقدين ثلاث عقود إلى الأمام في حالة فوضى واضطراب وصراع داخلي لا نستطيع أن يعني نوقف. فالحقيقة أصبحت الصورة أوضح، والحقيقة نحن اليوم أمام مسؤوليات أكبر من الماضي. لما تكون الصورة ضبابية فممكن الإنسان يعني يحجم عن الكلام أو يفكر لحتى يفهم شو عم بيصير، ولكن لما هذه الصورة تصبح واضحة بشكل أو بآخر يجب أن نبدأ العمل منذ الآن. والعمل يأتي ليس في العنصرية، ليس في الشتم الآخر، ولكن في المطالبة بتنظيم دخول اللبنانيين والمساءلة إلى أين يذهبون وكيف يذهبون، وإذا كانوا نازحين يجب من الحرب يجب استقبالهم على أساس أنهم نازحين، وألا يحلوا مكان السوريين ومساء يعني يجلسوا ويسكنوا في مساكن السوريين الذين هم في الخارج اليوم. يعني هذا جدا خطير، وهذا مثل ما قلت لكم سيعقد المشكلة ويؤزم الوضع أكثر فأكثر. هذا كل شيء لليوم، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.